كمان يا بنات من العروض الحلوة جدا والقوية جدا، العرض ده حلو قوي الشهر ده. لما بتاخدي تقدري ان انت تاخدي المجموعة دي كلها بكام؟ ب215 جنيه. البارفان الجويس، الجويس ده حد ده جويس روز حلو قوي. وبتاخدي كمان الماسك، ماسك ده ماسك سكراب من اسينشال مفتح، وبتاخدي كمان بلسم الشفايف ده. التلاتة مع بعض سعرهم تحفة الشهر ده من العروض القوية جدا، سعره 215 جنيه. الماسك سكراب ده مفتح للبشرة، فيتامين اي وبي 3، فبيفتح البشرة بشكل قوي جدا. تستعمليه كسكراب يعني بتحطيه على بشرة مبللة وبتفركي البشرة كده في حركات دائرية، تمام، او بتحطيه وتسيبيه على البشرة ربع ساعة وبعد كده بتغسلي البشرة، يعني تستعمليه كماسك او كسكراب، تمام. طيب ايه كمان الشهر ده من العروض القوية جدا؟ في تشكيلة البرفانات الرجالي تحفة وبرضو سعرها حلو قوي، والايلاينر ده برضو نازل من زوان، حاجات تحفة حلوة قوي قوي. الايلاينر ده يا بنات سعر الواحد 115. طبعا اتكلمنا في الاول الفيديو عن الباليتا القمر دي وقلنا سعرها 492 جنيه، تمام. تعالوا نتكلم دلوقتي عن البلاشر ده، والبلاشر ده من الدرجات الخطيره، يعني انا كنت قلقانه جدا من الدرجه دي وقلت لكم قبل كده درجه البرجندي، ولما جبتها بجد عجبتني جدا، انا مش بستعملها كتير، تمام يا بنات. درجه البرجندي دي اهي من الدرجات الحلوه قوي 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 اللي بتليق قوي مع، يعني انا يعني حطيتها معايا انا لقيت جدا، وممكن مع حد افتح شويه او اجمق تليق، درجتها حلوه قوي. يعني انت بس ممكن تاخدي الكميه اللي انت عايزاها، ما تقليش قوي، يعني ممكن تتقلي او تخفيه على راحتك، فاهماني؟ بس خدي منها لان هي بيجمنت بتاعتها قويه جدا، بصوا اللون بتاعها. عايزه اقول لك كمان تقدر تستعمليها كاي شادو حلو قوي، مش هتقول لا يعني، وكبلاشر خطيره، تمام. في منها برضو درجات تانية، عندك درجة البيتش بينك ودرجة الباستل، الباستل بينك يعني درجة على خوخي، دي درجة اللي هي البرجندي اللي هي اللي تحت، في درجة كمان على خوخي، وهم ثلاث درجات اهم اللي انا وريتها لكم اللي هي تحت، في درجتين تاني، واحدة على خوخي وواحدة على روز، تمام. سعر سعرها الشهر ده 230 جنيه. طيب ايه كمان الشهر ده؟ المسكرة دي عالمية، عالمية بمعنى الكلمة، هي عندي جبتها ولا ما جبتهاش؟ بشكلي ما جبتهاش، بس عندي جوه خطيرة، فرشتها خطيرة، بتعمل طول وكثافة وهمية للرموش، وهمية يا بنات بجد. المسكرة دي حلوة قوي، اسمها مسكرة تريميندوس فيرس، دي ووتر بروف مضادة للمية، بتدي طول وكثافة رهيبة، تمام. سعرها الشهر ده 154 جنيه، وقلنا البلاش ده 230 جنيه. طيب تعالوا نشوف بقى درجات الاي شادو الكريمي التحفه ده، تعالوا نشوف الدرجات اللي عندي وهو سعره الشهر ده ب 104. هي دي الدرجات اللي عندي منه، هو سهل قوي قوي في ان انت تحطيه، سهل قوي في دمجه، وسهل قوي في توزعيه على الجفن، تقدري تدمجي لك كذا لون مع بعض، ثابت جدا جدا على العيون، من الحاجات بجد الخطيره يا بنات، حلوه قوي. سعره الشهر ده 104. تعالوا نشوف ايه الدرجات اللي معايا، مثلا تعالوا نشوف درجة الازرق اللي هي هنا اخرها 78 اهي، دي درجة الازرق اللي هي اخرها 78، تمام. بصوا درجتها ازرق زهري كده، حلوة جدا، تقدري تستعمليها جوه العين على فكرة، وطبعا فوق العين كاي شادو، وتحت خط الرموش، تحفه تحفه تحفه. الاي شادو ده يا بنات بمعنى الكلمه يجنن. دي درجه الازرق، تعالوا نشوف الدرجه اللي جنبها، انا بدات من الدرجات اللي تحت اللي هي السيلفر اهي، تقدري تستعمليها برضو كاي شادو، تقدري تستعمليها لو انت حاطه اي شادو تحطيه هي في النص كلون شيمر كده، اي حاجه من دول تقدري تستعمليها كلون شيمر، تستعمليه تحت الحواجب، تستعمليه في اماكن الاضاءه، الدرجه دي حلوه قوي 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 يا بنات. دي درجه الكولد سيلفر اللي هي اخرها 71، والتانية اسمها ميستيك بلو اخرها 78، اوكي.
اهي على فلاش روز، اسمها فلاش روز، هي على روز بينك زي ما احنا بنقول روز بينك. حلوة قوي قوي، تقدري تستعمليهم في النص كده كأي شادو يعني كلون شيمر، فاهمين؟ فالوانهم حلوة جدا جدا جدا. ايه كمان يا بنات، عندي كمان درجة البرجندي دي حلوة قوي 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 فوق ما تتخيلوا. بصوا، وتقيلة وجميلة، حلوة جدا جدا جدا. الوان شيمر تقدري تستعمليها بجد لوحدها او مع الايشادو كده في النص، تديكي الوان جميلة. دي درجة البرجندي، اسمها فول برجندي، اخرها هي 410 14، اخرها 14، تمام. طيب ايه كمان يا بنات، درجة البلاك بس هي مش موجودة هنا، تمام. درجة البلاك دي حلوة قوي، واللافا موفا دي عندي اهي، اسمها لافا موف، اخرها 73. درجة دي حلوة جدا، بصوا اهي شايفين الدرجة. هي هقول لكم، هي كلهم فيهم لمعة يعني، اسمها دي اخرها 73، اسمها لافا موف. بصوا هي بالظبط زي ما انتم شايفينها كده، تمام. طيب ايه كمان يا بنات، دي اسمها ديزرت برونز، بصوا درجتها تحفه. درجه البرونز بصوا، هي برونز نحاسي كده، هي على نحاسي شويه، شايفين الدرجات؟ حلوه جدا يا بنات، دي اسمها ديزرت برونز، اخرها 72، تمام. بعد كده يا بنات ايه تاني، يعني على جولد، بصوا درجاته اصلا كلها، درجاته كلها تحفه، درجاته كلها تحفه، وفيها لمعه كده، فيها لمعه خطيره يعني. استعمالات كتير او تقدري تنوري بيه تحت الحاجب، تقدري تنوري تحطيه في كورنر، تقدري تحطيه في كورنر العين، تقدري تحطيه تستعملي كاي شادو كتحت العين خط الرموش. حلو جدا 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 يا بنات بجد، يعني الايشادو ده من الحاجات الخطيره، ودرجاته حلوه قوي زي ما انتم شايفين، والازرق بتاعه يجنن. بصوا الازرق، ورتهولكوا انا على الطبيعه كده، بصوا الازرق حلو قوي، تستعمليه ككحل كايشادو، يعني استخدامات خطيره جدا. درجه حلوه جدا جدا جدا، يعني فوق العين تحت العين فظيع، بيقعد اكتر من 12 ساعه ومضاد للماء، تمام. ايه كمان يا بنات، برضو من الحاجات الحلوة قوي الباودر دي، حلوة جدا جدا جدا، بتاعت زوان، كان عندي منها كذا واحدة وخلصوا كلهم، ما بقاش خلاص غير دي وخلصت، يعني هي اصلا يعني ابن اخويا كسرها لي والحمد لله، اهي دي اخر حاجة عندي منها. حاولت ان انا طبعا اجمعها زي بالطريقة اللي انتوا عارفينها، وارش عليها شوية مية ومنديل واثبتها وكده، لكن هي خلاص يعني هي بتحتضر، تمام. دي الباودر دي حلوه جدا، بس عاملها دلوقتي كلوس باودر بقى، يعني بالفرشه كده، باخد بالفرشه كده وبثبت بيها الكريم الاساس، او بستعملها لوحدها، يعني هي لوحدها بتدي كفر برده كويس جدا يعني، خلاص. وبتداري الخطوط الرفيعه، من الحاجات الحلوه قوي قوي قوي. فالباودر دي سعرها الشهر ده 32، عندك درجه اللايت واللايت بلس والميديم، افتح درجه فيها اللايت بلس اغمق شويه، ودي كانت حلوه قوي معايا، يعني اللايت بلس كانت معايا انا احسن من اللايت. طيب ايه كمان، الكونسيلر ده نازل الشهر ده طبعا بشكل جديد من زوان، سعره 104، ونزل منه درجات كتير. طيب كمان عندنا البرايمر ده اهو، من الحاجات الحلوه جدا جدا جدا، تمام، اللي انا استعملته معاكم كتير وكلمتكم عنه كتير، قد ايه هو حلو، قد ايه بيخلي شكل الميك اب الفينش بتاعه تحفه، قد ايه بيخلي شكل البشره جلوي، ممكن استعمله لوحده وممكن استعمله مع كريم الاساس، فهو حلو جدا، بيدي اشراقه زي ما قلت، وبيرطب البشره طول اليوم، وبيدي نتيجه مكياج تجنن. سعره الشهر ده يا بنات 261 جنيه، تمام. طيب ايه كمان يا بنات، الشهر ده برضو من العروض الحلوة جدا، الروجات دي حلوة قوي من جورداني، عندي انا الدرجة اللي قبل الاخيرة بس مش قدامي حاليا، بس درجتها تجنن، على بني محمر شوية، تحفة. سعره الجورداني 180 جنيه، تمام.
ايه كمان يا بنات الشهر ده برضو عندنا الاسنشال المفتح للجسم بفيتامين اي وبي 3، حلوة قوي معايا هنا اهو. اللوشن الجسم ده يجنن يا بنات. وكمان عندي الصابونة برضو، هي بيفضل ان هي تكون للجسم اكتر، بتفتح الجسم جدا جدا اثناء الاستحمام يعني. وبعد كده بتستعملي اللوشن ده اهو خطير، حجمه 250 ملي تمام. ده بفيتامين اي اهو، بفيتامين اي وفيتامين بي 3، بيرطب الجسم جدا. وهو اللوشن فهو سريع الامتصاص، كمان بفيتامين اي وبي 3 فهو فيه مضادات اكسده ويفتح البشره بشكل قوي جدا 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 تمام. ايه تاني يا بنات؟ بصوا فيتامين بي 3 اهو بيساعد على توحيد لون البشره بوضوح، بيديها اشراقه وانتعاشه، بيساعد على تغذيه البشره، بيخليها صحيه، بيقوي حاجز الحمايه الطبيعي للبشره. وفيتامين اي طبعا كله مضادات اكسده، وبيفتح برضو البشره وبيرطبها جدا 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 تمام. كمان ده دايما انا بخليه في التويلت يعني، ده دايما بعد الشاور وجسمك لسه منادي بتبداي ان انت تحطيه، فالجسم بيشربه بشكل اسرع يعني تمام. طيب قلنا سعره ولا ما قلناش؟ سعره 115 جنيه الشهر ده، والصابونه سعرها 38 جنيه. طيب الناس بقى اللي بشرتها دهنيه تجمع هنا، عندنا الشهر ده للبشره الدهنيه كذا حاجه. الزيت ده انا قلت لكم ان انا ما بستغناش عنه، لكنه ما كانش موجود في الكتالوج الشهر اللي فات فخلص من عندي فلسه هجيبه. بصوا ده العشق بالنسبه لي، ده لازم يكون عندي من اساسيات الحياه بالنسبه لي، لانه انا بمجرد ما تظهر لي حبايه بحطه على طول، بيقضي لي على الحبايه بشكل قوي جدا. كمان الستيك ده حلو قوي اهو، برضو ده بيعالج الحبايه، بتحطيه على الحبايه بشكل مباشر يعني على الحبايه بيعالجها. وغير كده كمان، غير انه بيعالجها لو انت هتحطي ميك اب، ده تستعمليه بيكنسل الحبوب الحمراء والبقع الحمراء او الالتهابات اللي في البشره، بيكنسل اي حاجه حمراء. الاخضر زي ما احنا عارفين بيكنسل الاحمر، فاي حاجه حمراء اي احمرار في البشره ده يكنسله، وكمان بيعالج الحبوب. ده سعره 73 جنيه، والزيت الشهر ده سعره 80 جنيه. وكمان عندنا الغسول ده اهو موجود معايا تمام. الغسول ده كمان معايا بنات، الغسول ده حلو جدا الشهر ده. ده من الناس للناس اللي بشرتها دهنيه، ده بزيت شجره الشاي والليمون الاورجانيك تمام. سعره الشهر ده 84 جنيه. لو انت بشره دهنيه انصحك تستعملي الغسول ده، ويكون عندك الزيت ده عشان لو ظهر اي حبايه خطير يعني، حلوين قوي قوي في علاج الحبوب. والستيك ده برضو حلو جدا، زي ما قلت لكم بتحطيه على الحبايه دايركت، او بتكنسلي بيه اي احمرار قبل المكياج يعني تمام. طيب ايه كمان يا بنات؟ برضو من الحاجات الحلوه قوي عندنا المجموعه دي، انا جبتها الشهر اللي فات. دلوقتي هنتكلم عن مجموعه الايفن اوت، وكلنا عارفين مجموعه الايفن اوت كنا بنسميها مجموعه الاستيكه، لان هي عامله زي الاستيكه اللي بتمسح اي اسمرار او تصبغات في البشره، وكمان بتوحد لون البشره. المجموعه دي قويه جدا جدا يا بنات، انا لسه جبتها الشهر اللي فات ولسه ما بداتش فيها، لاني حاليا بستعمل الكولاجين وهكلمكم عنها دلوقتي. المجموعه دي حلوه قوي قوي قوي، فيها فيتامين اي تمام، وكمان فيها فيتامين سي. كمان عندنا كريم النهار فيه عامل حمايه من الشمس 20، بيساعد على كمان في بيعمل حاجز حمايه طبيعي للبشره، بيحميها ضد التلوث الموجود حوالينا في البيئه تمام. فالمجموعه دي يا بنات من الحاجات القويه جدا 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 جدا، لو انت عايزه تفتحي لون بشرتك، عندك بقع سمراء، عندك اثار حبوب، عندك نمش، عندك كلف في البشره، عندك بشره لونها مش موحد مثلا من اثار الشمس او الطرحه او كده او تصبغات في البشره، فالمجموعه دي هي الحل المثالي ليكي تمام. عباره عن كريم نهار وكريم ليل وكريم عين، في سيرم كمان نازل الشهر ده، السيرم ب 223 تمام، وكريم النهار 177، وكريم الليل زيه، وكريم العين الشهر ده ب 130. خلاص المجموعه قويه جدا جدا يا بنات. بصوا عندنا كريم العين اهو بيفتح البشره تحت العين وبيقلل من الهالات السوداء، عندنا السيروم بينعم البشره وبيديها اشراقه،
مع فيتامين سي المستخرج من الكرز الحلو. عندنا كمان كريم الليل بيساعد على منع تكون البقع الداكنة في المستقبل، بيعزز من حاجز الحماية الطبيعي للبشرة. عندنا كمان كريم النهار في عامل حماية 20 زي ما قلت، بيعالج البقع الداكنة وبيحميها ضد التلوث. المجموعة دي خطيرة يا بنات لو انتي بتدوري على حاجة تفتح بشرتك بشكل آمن وطبيعي وكمان بشكل سريع، فهي تديكي نتيجة جبارة وبسرعة جدا 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 بتلاحظي الفرق. تمام. طيب ايه كمان يا بنات عندنا الشهر ده برضو من العروض الحلوة والقوية؟ تعالوا مع بعض. طيب يا بنات انا قلت كمان انا هكلمكم عن مجموعة الكولاجين اللي انا بستعملها حاليا. انا بستعمل حاليا المجموعة دي بقالي شهرين تقريبا او اكثر من شهرين، ممكن نقول 3 شهور، شهرين 3 يعني، هي بقالها شهر وتخلص خلاص. تمام. المجموعة دي عبارة عن الغسول والسيروم وكريم العين وكريم النهار وكريم الليل. تمام. المجموعة دي انا شخصيا لاحظت معاها فرق جبار، يعني انا كان عندي هنا خط غويط شوية كده، فده كان بيظهر لي من دايما في الشمس، عارفين انتوا الحركة اللي هي بتضمي كده، فمع الوقت الشكل الجلد بياخد الوضع يعني، فعمل لي هنا خط كده. في ناس كمان هتلاقي عندها علامات الابتسامة، الخطوط التعبيرية، الحاجات دي كلها. المجموعة دي يا بنات حلوة جدا 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 في علاج الخطوط الرفيعة، لو انت عندك مفيش اشراقة مفيش نضارة، او انت عايزة اشراقة ونضارة ببشرتك وتعالجي الخطوط الرفيعة وتخلي بشرتك بشكل صحي ونضرة دايما، جربي المجموعة دي حلوة جدا. بصوا انا بالاول الصبح ده في التويلت على طول بستعمله الصبح وبالليل، بعد ما بستعمله بستعمل كريم العين ده برضو الصبح وبالليل. تمام. نقطة كده بامب بامب هنا نقطة ونقطة وبوزع بالصباع ده. بعد ما بحط كريم العين بحط باخد برضو بامب واحدة من السيرم، عشان في ناس بتشتكي ان هو اول حاجة بتخلص، فاخدي بامب واحدة ويوزعيها. هو بس كل شغلته ان هو هيجهز البشره لاستقبال كريم النهار او الليل، فانت ما تكتريش منه قوي. تمام. ده السيرم. اوكي. يبقى غسول كريم عين سيرم. بعد كده بالنهار هستعمل كريم النهار اللي هو ده. تمام. هو تقريبا يعني خلاص يعني بيحتضر. ده بالنهار، وهتلاقيه اخف من كريم الليل، بيبقى كريم الليل اتقل شويه عشان ده بتبقي انت اثناء النوم، فبيشتغل على تجديد خلايا البشره وكده. تمام. المجموعه حلوه جدا يا بنات جدا لو انت سنك 30 سنه فيما فوق وعايزه نضاره واشراقه وبدا يظهر لك بدايه خطوط تعبيريه في البشره او تجاعيد رفيعه او خطوط رفيعه، جربي المجموعه دي حلوه جدا جدا جدا. يعني انا لاحظت فرق في الخط اللي هنا كان عميق جدا، اتحسن بنسب ملحوظه جدا، لان المجموعه دي اصلا بتساعد على بتحفز انتاج الكولاجين في البشره بنسبه بتوصل ل 200% زياده، فاهمين؟ فهي بتخلي الكولاجين في البشره، بتحفز انتاج الكولاجين في البشره، يعني الكولاجين بيبدا يملى، وكمان فيها هيالورونيك اسيد فبتملى كمان الخطوط الرفيعه والتجاعيد والحاجات دي. فالمجموعه دي حلوه جدا جدا بدايه من سن 30 فيما فوق، يعني 40 50 برده ممكن يستعملوها مفيش مشكله، اقل من 30 لا يعني ما يفضلش. تمام. طيب ايه يا بنات تاني عندنا الشهر ده برده من العروض الحلوه جدا؟ تعالوا نشوف مع بعض. الماسكات دي حلوه جدا، انا لسه هجيبها وهجربها ان شاء الله. ماسك الطمي ده متحمسه جدا ان انا اجربه لانه مناسب قوي للبشره الدهنيه، وده مناسب اكتر للبشره الجافه. تمام. الاثنين مع بعض، يعني لو خدتي واحد بس، الواحد ب 150 جنيه، لو خدتي الاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض سعرهم 200 جنيه. تمام. طب كمان يا بنات عندنا الزيت ده خطير اهو، انا بستعمله باستمرار من ساعه ما نزل. الزيت ده حلو جدا جدا جدا، ده زيت بيزيل الميك اب، بيفتح بينقي البشره، بينظف البشره من المكياج بشكل جبار، بيساعد كمان على تفتيح البشره. ايه كمان؟ بصوا هو بصوا بيزيل الشوائب والزيوت من البشره والمكياج المضاد للميه، بيديكي بشره افتح واكتر، بشره افتح، وبيمنع انسداد المسام من الميك اب، بينظف البشره من المسام، بينظف البشره من المكياج كويس جدا، بيمنع ان المكياج يعني يقفل المسام. تمام. حلو جدا جدا الزيت ده بصراحه، انا بقالي كتير 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 بستعمله، يعني هو بيناسب جميع انواع البشره وليه الاعمار، بدايه من ايه
لجميع انواع البشره. والسن ما اعتقد عادي، ممكن من مثلا 20 سنه تقدري تستعمليه وما فيهوش اي مشكله. هو بس بيسيح كل الميك اب اللي على البشره، فاهمين؟ بيساعد على ان البشره تنضف بعمق من الميك اب يعني. ده سعره الشهر ده 238 جنيه. كمان عندنا الاكسسوارات دي الشهر ده فرصه، عندنا اكسسوارات تجنن وباسعار خياليه يعني. عندنا اطقم على بعضها ب 200 وحاجه يعني. مثلا عندكم الطقم ده اهو مجموعه كامله، وعملت لكم حطيت لكم فيديو ليه. المجموعه كامله دي هنا ب 269. الطقم ده على بعضه ب 169 جنيه، اوكي. والطقم ده زيه ب 169 برضه، والطقم ده ب 169 جنيه. قصير برضه حاطط لكم فيديو ليه. الاطقم اللي هنا اغلى شويه يعني، كل حاجه لوحدها يعني. الاثنين دولت اطقم لوحدها، كل واحد طقم على بعضه، لكن الناحيه الثانيه كل حاجه ايه لوحدها. انا عندي الطقم ده هوريه لكم حالا، طقم حلو جدا. اهو بصوا السلسله بتاعته اهي، قصير. دي احجار بتبقى احجار طبيعيه، احجار اسمها احجار كوارترز، تمام. اهو بصوا اسمها سلسله هوب روز كوارترز، هي من معموله من النحاس ومن احجار الكوارترز الوردي الطبيعيه، مطليه بالروديوم. طول السلسله 52 زائد 6 سنتي اللي هما الزياده دول، تمام. حلوه جدا جدا جدا، واتكلمت ولبستها قبل كده في فيديو معاكم، والحلق بتاعها عالمي حلو قوي. بصوا ده الحلق بتاعها اهي، تمام. دي سعر السلسله ب 215، وسعر الحلق ب 230، تمام. سعر الحلق ب 230، والحاجات دي الوانها ما بيغيرش خالص يا بنات يعني، بتقعد معايا سنين السنين، بيبقى شكل وماتيريال يعني، حاجات بتبقى قايمه جدا جدا، فاهمين؟ من الحاجات الحلوه قوي بصراحه اللي انا يعني، اللي عارفني عارف ان انا بحب اكسسوارات اوريفلام قوي يعني، دايما دايما بتلاقوني بجيبها يعني. طيب ايه تاني يا بنات معانا برضو من العروض الحلوه الشهر ده؟ ما تفوتوش انتوا بقى صفحه الاكسسوارات دي، شوفوا الحاجات اللي تعجبكم و جربوها. كمان عندنا بنات المعطر ده حلو قوي، اللي هو المعطر بتاع المناطق الحساسه، من الحاجات الخطيره، حلو جدا وبيقعد كتير جدا، بترجيه كده قبل الاستخدام، يجنن منعش كده وريحته حلوه قوي. ده سعره 100 جنيه، تمام. والغسول طبعا رائع، وكان دكتور نرمين قالت ان دايما اللي هيجيبه او اللي عنده يخلي العبوه، عشان بعد كده هينزل بطريقه معينه احنا نفضيه في العبوه دي، فاهمين؟ فالغسول ده برضو اللي هو منعش المناطق الحساسه بخلاصه التوت الاسود وزهره اللوتس، ده ب 130 جنيه، تمام. التاني ب 100 جنيه، اللي هو السبراي ب 100 جنيه. طيب ايه كمان يا بنات؟ برضو البودر دي معطرة للجسم، حلوة قوي، بعد الشاور بتبقى فظيعة ومنعشة وبتدي ريحة للجسم خطيرة. دي سعرها 69 جنيه. طيب ايه كمان يا بنات من العروض الحلوة قوي الشهر ده؟ طبعا زيت الافوكاتو، هو واللوز الحلو يجننوا دول للشعر والجسم، استخداماتهم كتيرة جدا جدا، سعره 130 جنيه. كمان في عرض حلو قوي، اشتري كريم الايد و من ميلك اند هاني وتاخدي السكراب هديه يعني. بصوا الكريم والسكراب الاثنين ب 100 جنيه يعني، الاثنين داخل العرض ب 100، الواحد ب 50 جنيه داخل العرض يعني، فاهمين؟ الاثنين مع بعض ب 100، تاخدي واحد ب 100 والثاني عليه هديه. كمان عندنا بقى الناس اللي بشرتها دهنيه، عندك ماسك الطمي موجود الشهر ده، وكمان سكراب مناعم للوجه من بيور سكين. الماسك الطمي بيتحكم فيه الزيوت الزايده في البشره، سعره 73 جنيه، والسكراب سعره 54 جنيه، تمام. كمان عندنا ايه تاني يا بنات؟ المانيكيرات دي حلوه جدا، انا حاطه ده الاحمر، دي درجه الاحمر اللي هو اهو، ده اللي انا مستعملاه الدرجه دي،
حلوة جدا جدا جدا. الأحمر اللي هو الفراولة ده الأخيرها 87 اللي هي سبايسي ريد، دي اسمها سبايسي ريد اهي. بصوا سبايسي ريد اهي، استنوا سبايسي ريد دي الدرجة دي، شايفينها دي اللي انا حطها سبايسي ريد. بس انا حطة طبقة واحدة، حطة طبقة واحدة يعني مش متقلة. تمام اهي، حلو جدا. الماركرات دي اصلا يا بنات كل درجاتها بصراحة تجنن، حلوة جدا جدا، وسعر الواحد 61 جنيه. كمان عندي قصافة الضوافر دي برضو من الحاجات الخطيرة جدا، بتشيل الجلد الزايد حوالين الأظافر. بتحطي تندر كير كده، او ممكن تحطي ايدك الاول في مية سخنة، بعد كده تحطي تندر كير الاول عشان يطري الجلد الميت، بعد كده تبدأي تشيلي بيها. فحلوة جدا في ازالة الجلد الميت حوالين الضوافر. نكمل يا بنات، نكمل يا بنات. فكده اتكلمنا عن المانيكير ده بكل درجاته، الشهر ده حلو قوي، وكلمنا عن القصافه الجلد. كمان عندنا هنا الروجات دي تجنن طبعا، كلنا يمكن عارفينها، وانا عملت لكم عنها فيديوهات قبل كده بكل درجاتها. ده سعره الشهر ده 67 جنيه، درجاتهم حلوه جدا. بصوا يعني حاول اوريكم الدرجات اللي عندي. دي درجه البلاش روز. اقول لكم على حاجه، انا ممكن احط لكم تحت لينك بال يعني دي درجه البلاش روز اللي هي ثالث درجه، يعني ثالث حاجه هنا. بصوا يا بنات دي درجه البلاش روز، البلاش روز دي اللي هي ثالث واحده من فوق، رقمها 39801، دي البلاش روز. تمام. طيب تاني درجه اسمها نود بيج اللي هي اللي فوقيها على طول، اللي هي 3980. بصوا اهي دي الدرجه دي اسمها بلاش نود، سوري اسمها نود بيج، نود بيج 3980. اللي بعديها 39801 اللي هي دي. اوكي طيب تعالوا نشوف الدرجه اللي بعدها، انا هجيب لكم كده اللي يطلع معايا هقول لكم درجته ايه في الكتالوج. دي البريك ريد اللي هي النبيتي اللي هي قبل الاخيره، اللي هي قبل الاخيره. بصوا انا وريتكم الثانيه والثالثه، انا وريتكم الثانيه والثالثه، هوريكم اللي قبل الاخيره اللي هي البريك ريد دي اللي هي النبيتي اهي، درجتها حلوه قوي 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 البريك ريد دي. شايفين درجاته حلوه ازاي، وعلى فكره ثابته جدا جدا، وقبل كده حطيت عليها ميه وعملت لكم فيديو عن كده، ما بتطلعش تقريبا يعني، ثابته جدا. دي درجه النبيتي، ودي درجه اللي هي النود بيج، النود بيج تاني واحده، ودي النود بيج دي اللي هي اخرها 800، واللي بعديها البلاش روز دي اللي هي اخرها 801، والريد دي لاخرها، والبريك ريد دي لاخرها 806. 806 تمام. طيب تعالوا نشوف في درجات ايه تاني. دي السوفت بيتش اللي هي اول واحده، دي اول درجه في الكتالوج اللي هي اخرها 948. بصوا اهي السوفت بيتش، شايفينها، شايفين درجاته السوفت بيتش دي يا بنات اللي هي اخرها 48. اوكي طيب نكمل كده، شفنا الاربع درجات، الاربع درجات دول خلاص، وعرفنا ارقام. اخر درجتين بس هوريهم لكم، درجة الريد الأحمر أوريتكم أربع درجات، في درجتين تاني أهو، ودرجة الأورنج أقولكوا أرقامهم برضو أهو، دول آخر درجتين معانا. درجة الأورنج دي اللي هي أقولكوا رقمها آخره كام، 47، ممكن تكون مش موجودة الدرجة دي الشهر ده، يعني دي كانت موجودة قبل كده بس مش موجودة الشهر ده، لكن درجة الريد موجودة اللي هي آخرها 807.
اوكي الدرجة التانية دي اللي اخرها 807، مظبوط. دي درجة الريد اهي، جميلة جدا 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 وموجودة الشهر ده، تمام. سعر الروج ده يا بنات 67 جنيه. من الحاجات القطيرة، بصي لما بتشتري المسكرة او بلتة العيون من اي نوع هتاخدي قلم الكحل مجانا، يعني لو خدت المسكرة او البلتة ده او ده هتاخدي قلم الكحل مجانا، تمام. سعر البلتة 154 وسعر المسكرة 100 جنيه. خلاص تعالوا نشوف البلتتين عندي اهم بدرجاتهم. دي درجة النود، ودي درجة التانية اللي هي اللي فيها الروزات اللي هي اسمها بلاشت باستيل اهم. بصوا على الطبيعة، الدرجات اهي على الطبيعة الاثنين، تمام. دي اللي هي اللي اسمها بلاشت باستيل، ودي اسمها سموكي نود. خلاص دول الشهر ده موجودين، الواحدة 154 جنيه ومعاها قلم الكحل ده هدية، تمام. طيب ايه كمان يا بنات الشهر ده برضو من العروض الحلوة جدا عندك، برضو الجلاسير موجودة الشهر ده، اللي هي الروك موجودة ب177 جنيه، وده سعر خطير. كمان عندنا الرولات الشهر ده الرجالي والحريمي، اجمل رولات موجودة ب46 جنيه. كده نكون شرحنا الكتالوج الشهر ده، يعني يا رب تكونوا استفدتوا وبعرف افيدكم ولو بمعلومة واحدة. ميرسي جدا ليكم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لي لايك على الفيديو وتحطوا لي كومنت كده رايكم في المنتجات، وجربتوا ايه وما جربتوش ايه، واكتبوا لنا تجربتكم برده مع المنتجات نستفيد منها. وميرسي جدا ليكم، باي.